يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد طبيب في إحدى الدول المجاورة يعالج المرضى بواسطة أطباء من الجن، حيث يأتون إلى المستشفى فينومهم هذا الطبيب عنده وقبل التنويم يخبرهم بنوع المرض، ثم يشغل لهم أشرطة القرآن حتى يناموا، ثم يعمل لهم العملية بواسطة الجن المسلمين. السؤال: ما رأي فضيلتكم بهذا العمل؟ وهل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ وهل يجوز الذهاب لهذا الطبيب؟ هذا مشعوذ ودجال، ولا يجوز الذهاب إليه، يدخل في الكهان وفي السحرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والجن غائبون، لا يجوز الاستعانة بالغائبين، عالم غائب عنا، لا يجوز الاستعانة بهم. ثم أيضا من اللي يضمن أنهم مسلمون؟ قد يكونون من شياطين ويريدون تضليل الناس. الحاصل أن هذا دجال ولا يجوز الذهاب إليه، ومن ذهب إليه فإنه يدخل في الحديث: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. نعم. يقول فضيلة: أو تطير أو تطير له. نعم.